بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم في برنامجكم ملك وكتابة. عندما يكون الأهلي أكبر الفائزين في مباراة لم يلعبها. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس. أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الاثنين من ملك وكتابة، الحلقة رقم 780. يرى المهندس عدلي أنه الأهلي كسب من غير لعب. خير، مش كسب، أكبر الفائزين كمان طبعا. هذه المباراة كانت كاشفة كاشفة لمستوى إدارة الكرة المصرية، كاشفة لحجم التوجيه الذي يحدث، وحجم التدليس الذي يحدث، والفارق بين الفار والعار، الجدارة، ويعني أن تكسب وتصدق نفسك. هذه المباراة أنا لم أنظر إليها كمباراة بقدر ما شفت اللي هو الزمالك والهلال كأس الوسيل. وأنا بتفرج طبعا أنا عارف الهدف من المباراة، إن بروفا عشان نشوف إمكانات الاستعداد في استقبال وجلوس الناس ودخولها وخروجها، وسائل التشجيع، حتى الجماهير كانت مندمجة مع بعضها علشان التكتلات اللي ممكن تعمل. وانا رايي ان دي حاجه كويسه، يا ريت نرجع لها كلنا. كمان عشان تشوف الملعب وعظمته، عشان تشوف التصوير وروعته، عشان تشوف الفار وعدالته، عشان تشوف الناس وهي بتستمتع بالكره، وتصريح ان تقيمها مش من خلال منظور النتيجه، لان النتيجه خادعه، ضربات جزاء وتعادل، لكن كل الناس طلعت تؤكد ان الهلال كان يعني فائزا بجداره، والنتيجه لا تعبر عن سر المباراه. مش ده برضو اللي يعنيني. وايضا الناس، هو المباراه دي رسميه؟ هي المباراه دي وديه؟ هي المباراه دي؟ يا جماعه انا متفق مع كل الناس اللي طلعت بعد الماتش تقول دي مباراه، وهي مباراه وديه. استاذ ابراهيم، في الاحتفالات الكبرى في الدورات الاولمبيه، الشو اللي بيتعمل قبل الدورة ده لازمته ايه؟ ما بيطلعوش احسن طابور عرض، واخد بالك؟ احسن ماشية في ماتشات الكبيرة في امريكا، انترتينمنت، تلاقي بنات بالريش ومش عارف ايه ويعملوا ايه هذه الفقرات هي يعني احتفالية هذه المرة كانت بين ناديين لديهم الشعبية وبيمثلوا بلدين عريقتين او عريقين عريقتين بلدين عريقين عريقين في كرة القدم. ما كانش المفروض تتاخد من اول يوم في اي سياق بخلاف هذا، اما وقد حدث. تعال ناخد بقى الدروس المستفادة بسرعة كده عشان ما اطولش عليك. شفنا فار، لو بمعايير الفار بتاع كأس العالم ده هنعرف هو المسابقات المحليه. شفنا عواد في كوره اللي تعادت في المقاولين، ما تعادتش. اظن انت مجهز لنا حاجات عشان نقارن ونشوف مسار البطولات كان هيمشي ازاي لو تحققت العداله. ولذلك انا مبسوط جدا من الالحاح ان ما كناش هنكسب دوري الا بوجود الفار، وانا موافق على كده، بس بوجود الفار النهين بتاعنا مش بتاعهم. هم مين؟ الصادقين الذين ينشدون العدالة وينشدون التطور. ده كان كلام مهم استهلالي، لكن هناك أبرز العناوين. مقالي ومقاله، فيلم الموسم، والغربال، ضربة البداية والتفاؤل، وبعضمة لسانه واعترافات من هنا وهناك، الشموع الحمراء عن أحمد فؤاد أنور باشا، وأسرار الملك عن المهندس، ومجلتنا من 40 سنة.
ده محتوى حلقة النهاردة، لكن عايز أقول لكم إنه فريق الأهلي بدأ امبارح الاستعدادات للموسم الجديد. المران الأول كان امبارح تحت قيادة مستر كولر المدير الفني الجديد في أول تجمع لهم على اللاعبين زي ما أنتم شايفين، ده كان امبارح. النهاردة إدى الفريق أجازة عشان ياخدوا أو يعملوا القياسات البدنية وكل الفحوصات اللازمة، فقضوا اليوم كله في إجراء الفحوصات والقياسات البدنية. طبعا ده التمرين الأول، بكرة الفريق هيتمرن كمان بجانب ده، لأن هتشوفوا تفاصيل كتيرة عن المدير الفني ومؤتمره الصحفي وغيره. لكن كمان على الصعيد الآخر، المنتخب الوطني بكرة بينطلق معسكر إعداده تحت قيادة روي فيتوريا المدير الفني، هيشارك في المعسكر اللي بيتلعب التدريبات في استاد الجيش في برج العرب. 24 لاعب هم اللاعبين المحليين فقط، بالإضافة إلى لاعبي الزمالك وفيوتشر كمان المنشغلين بأداء المباريات الأفريقية. القائمة الحالية مع المنتخب اللي بتدخل المعسكر بكرة فيها محمد الشناوي وأحمد الشناوي ومحمد صبحي في حراسة المرمى، وعمر جابر وكريم فؤاد ومحمد عبد المنعم وأسامة جلال وباهر المحمدي، علي جبر وأيمن أشرف ومحمد حمدي في خط الدفاع، وفي خط الوسط فيه حمدي فتحي ونبيل عماد دونجا ومحمد إبراهيم ومحمود حمادة ومروان عطية، وفي الهجوم إسلام عيسى وعبد الرحمن مجدي وشادي حسين وأحمد عادل وأحمد مدبولي ومروان حمدي وناصر منسي وأحمد شريف. ده معسكر بكرة إن شاء الله. النهاردة كمان اتعملت قرعة بطولة الشباب مواليد 2001 و2003 والناشئين مواليد 2005 و2006 و7 و8 في حضور الأستاذ خالد كامل مدير إدارة المسابقات في الاتحاد المصري، وأوسط إدارة المسابقات في بعدد من الملاحظات معظمها يمكن إلزام الأندية بإجراء أشعة الرسغ لتحديد عمر اللاعب علشان يحدوا من موضوع مهم التزوير جدا، ويدل على ان احنا عايزين فعلا نمشي صح. لان مساله التزوير في الاعمار السنيه الصغيره اصبح بيضرب مصداقيه المسابقات والجدوى منها، وايضا بيضرب المنتخبات يا استاذ ابراهيم. كمان اوصت الاداره انه كل مباريات الناشئين 2001 و2003 تتلعب على ملاعب من النجيل الطبيعي مش الصناعي، حفاظا على صحة اللاعبين وحالتهم. وده كان كمان قرار مهم جدا، لفت نظر حتى مستر ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي وأيضا روي فيتوريا، إنه اللعب على النجيل الصناعي في المراحل السنية الصغيرة مسألة صعبة شوية، وكان الكابتن محمد وهبة والكابتن عمر جابر محمود جابر طلبوا بكده. كمان النادي الأهلي استقبل النهاردة السفير التشيكي الجديد في القاهرة إيفان يوكل، اللي حرص على زيارة النادي وكان بصحبته القنصل التشيكي بيتر تشامب ومايكل بروكيتش المدير الفني لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي. العميد خالد مرسي مدير المقر الأهلي في الجزيرة استقبل السفير التشيكي وأهداها علم الأهلي، ثم اصطحبوا في جولة تفقدية في النادي لزيارة كل معالم النادي. السفير التشيكي أكد أنه انبهر بمنشآت الأهلي، وأكد أنه محب للرياضة بشكل عام وخاصة كرة القدم وتنس الطاولة والإسكواش، وتمنى أنه يزور النادي في مرات قادمة. وأوضح السفير التشيكي أن زيارته للأهلي تأتي في إطار العلاقات الطيبة بين الأهلي والسفارة التشيكية. مؤكد، لأن كمان أنت عندك مدرب قطاع ناشئين المسؤول عنه تشيكي، وعندك بروتوكولات في إعارات اللاعبين والناشئين. فمؤكد الأهلي مسمع هناك يعني. ده كلام مهم، لكن تبقى ضربة البداية دايما مع مقالي ومقاله فيلم الموسم. استمتعنا كلنا امبارح الساعة 11 مساء، والإعادة كانت النهاردة، وأكيد في إعادات أخرى عن فيلم الموسم، فيلم المايسترو صالح سليم. هذا العمل الوثائقي الرائع جدا اللي أعدته القناة وقدمته من خلال إدارة التوثيق اللي بيشرف عليها الزميل محمد مصطفى، ومعاه فريق عمل أكثر من رائع تحت إشراف ومتابعة وجهد الحقيقة يشكر عليه الزميل إيهاب الخطيب مدير القناة. الفيلم يا باشمهندس
لقى استحسان وسعادة كل الناس. أستاذ إبراهيم اتفضل. بداية لازم نحيي كل من أشرف ووافق وساعد ودعم وقدم جهدا في هذا الفيلم الذي كان يليق به أن ينقل من دار الأوبرا. يعني فيلم لو قال لك أول عرض له هيبقى في دار الأوبرا وينقل من خلال دار الأوبرا هو فيلم جديد، هو فيلم يرشح لجائزة أوسكار المصداقية بجدارة. عمل فني أزعم أن ما فيش فيلم وثائقي رياضي اتعمل بهذا الإتقان وهذه المصداقية والثراء والثراء. احنا النهارده كنا مجهزين نتكلم على الكابتن صالح سليم في ذكرى ميلاده، في ذكرى ميلاده، لكن الان ونحن نتحدث عن صالح سليم يكفي ان نشير الى الفيلم. ايوه، لان الحقيقه الفيلم مش بس قدم ذكريات المقربون من الكابتن صالح، لا ده قدم بقى يعني رؤيه وعلاقه جيله من لاعبي النادي الاهلي والانديه المنافسه الاخرى. شفنا مصطفى رياض بيقول ايه، شفنا محمود حسن بيقول ايه، شفنا مصطفى شتا بيقول ايه، كابتن احمد زايد، شوف كابتن احمد زايد بيقول ايه، شفنا كابتن احمد زايد كان الوينج رايت بتاع النادي الاهلي. يعني شفنا كابتن عزت ابو الروس، كابتن عزت بقى كابتن عزت قال جمله بسيطه جدا بس توريك الراجل ده ايه. قال لك انا كنت كابتن صالح مشرف على الكوره من مجلس اداره وانا مدير كوره، فحصل حاجه كده فالناس راحت رايحه كلمت الكابتن صالح وقعد، فرحت له قلت له كابتن صالح الوضع ده يعني انا مش مرتاح له. فقال له خلاص انت مدير الكوره وانا بره. ايه العظمه دي؟ بس ده تعظيم لدور مدير الكوره في ده تعظيم للاصول. ايوه تعظيم بالظبط للمصداقيه. مش تكويش. ايوه، مع ان الكابتن صالح يعني اذا كان غطاء فوق اي احد فهو بيحميه طبعا، واخد بالك، لكن طبعًا. هو الكابتن صالح من عظمته انه ينظر للصح، هو بيحب النادي. عايز يعلم الناس بالظبط، عايز يعلم الناس بالظبط. ايوه واخد بالك، وازعم ان انا اتعلمت حاجات كتير وهتيجي مرات اقول لك في الموقف ده انا عملت كده لاني تذكرت. ايوه كابتن صالح كان معلما بالنموذج. انا باستمرار بقول ما كانش بيقول اعمل وساوي، ما كانش كثير النصائح ولكن كان كثير الفعل، فتشوفه بيعمل ما تقدرش ما تعملش زيه. تتكسف لو انت راجل سوي، لا الصح كده يبقى انا ازاي ما اعملوش، مش محتاج ان هو يتكلم كتير. وكابتن مصر عصام عبد المنعم يا جماعه، انا هقول لكم مؤشرات، اتفرجوا على الفيلم ده. اما يجي يقول لك قال كلمه رائعه، كابتن صالح ما كانش كابتن جوه الملعب، كابتن في كل حاجه، كابتن في اوضه اللبس، في الاتوبيس، في الكلاب هاوس، في الاتوبيس. الهيبه والمصداقيه والحضور والتدخل لصالح النادي الاهلي موجود معاه في كل لحظه من ايام حياته. صلابته، علاقته بالمرض وواقعيته وشجاعته في مواجهه المرض، تواضعه امام الصح، وسطوته في مواجهه الخطا، الكومبينيشن اللي الناس مش شايفاه، ايه الجبروت وايه الرحمه وايه العداله في 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 عجينه واحده مضروبه في خلاط وطلعت اسمها الكابتن صالح سليم. احيي التوجه بتاع العمل، احيي الاستاذ طبعا الذي اطلق جميع الامكانيات لان الفيلم ده اتكلف عشان تطلع تصور مع الناس دي كلها. الحقيقه ايهاب الخطيب يعني كان مهتم جدا يعني النهارده رئيس القناه يعني. الحقيقه اراد ان يعمل عمل مختلفا. صحيح، واستجاب لجرأة وطموح محمد مصطفى وفريق عمله. ما هو محمد مجهز، لأن فريق اللي أنت عملته ده وراه جنود مجهولين. صحيح، يجب أن يعلموا. صحيح، لأنه مين اللي راح قابل اللعيبة دي؟ مين سافر لهم؟ مين قال لهم بالكاميرا؟ جهز الماتيريال. مين اللي راح قابلك وقابلني وقابل الكابتن محرم وقابل جهز الكابتن عصام عبد المنعم و مين اللي قاعد يقرا؟ ودقق حتى لأنه مين اللي قاعد يقرا المرجعيات اللي قاعد يقراها عشان
يعني ما اكتفاش بالعشروه، في كتب اتالفت كتير على الكابتن صالح، ما حدش اتالف عليه كتب قد الكابتن صالح. فاتقرت وطلعوا منها علاقه صالح، يعني استاذ سعيد، استاذ سعيد وهبه، هذا الشخص مثلا اللي وقع عليه حفظي، اللي كان يعني زميل ملعب مع الكابتن صالح وتقلد الى ان وصل محافظا للبحر الاحمر. يعني راجل اما بيقول كلمه هو راجل مسؤول، مش بيتكلم كبقى واحد منبر. استاذ حامد عز الدين طبعا حبيبنا وصديقنا، ده معتدين عليه. السرد الوقور بتاع نبيل عمر، القراءه الرصينه من خلف الشاشه للاستاذ سامح السريتي، فيلم معمول حلو قوي قوي قوي. والتدقيق كمان يا باشمهندس، لان انا زي ما تابعت مع محمد مصطفى، ما في موقف اتقال الا لما تم التاكد من صدقه وسلامته ودقته. على فكره ده هو لو فرد الكلام اللي اتقال كله يعمل فيلم تاني قده. طيب الاضافه النوعيه المدهشه ساهم بيها، شوف بقى مثلا الربط ده، عمر البنوبي في موضوع انه جاب بقى في النمسا الاجانب، لا زملاء الكابتن صالح في جرادز، موضوع ان الناس قعدت تقول له صالح بطل بطل بطل، هو بيحترف عشان العالم كله يشيد بيه. واخد بالك؟ ايوه، هي المساله مش عند الراجل، كان بتقول له بطل لانه حق يراد بيه باطل، عايزين الراجل ده يبطل. ليه ما يمثله من مجموعه حاجات كل واحده فيهم تعمل قائد رياضي محترم؟ ايوه، الحديث الاذاعي الكابتن صالح بصوته، فكل كلمه يقولها تطبق على ارض الواقع تلاقي حصلت. حصلت. اتطبقت. صحيح. كلام يعني الحقيقه كابتن محرم الراغب قال طبعا بعض الذكريات اللي جمعته بكابتن صالح، انت قلت كل واحد فينا قال، ومؤكد عند كل واحد فينا حكي كتير، حكي كتير، لكن احنا كلنا لازم ننحني امام الحقيقة التي ظهرت من آراء زملاء الملعب باختلاف انتماءاتهم. أيوة. مفيش حد، كابتن عصام عبد المنعم قال لك عمل، مش هو لوحده، كل واحد لوحده بيقول لك عمل للعيب الكرة قيمة. كان فيه هواية، وكان زمان اللي بيلعب كرة ده بيضيع وقته، ما تروح يا ابني تذاكر وتشوف مصلحتك ولا تشوف لك وظيفة. فكابتن عصام عبد المنعم بيقول لك كنا بنروح عشان عايزين نتجوز نتكسف نقول احنا لعيبه كوره. فكابتن صالح سليم خلانا كلنا مشدودين كده لفوق، عمل قيمه للعيبه، انا بلعب. عارف كلايو اللي عمله في الملاكمه؟ بس صالح بقى بمجموعه اوسع من القيم. يا جماعه تعرفوا ناديكو ده اتبنى ليه كده؟ وليه وصلنا في هذه الروعه وهذا التمسك؟ وليه بنقول كل يوم والتاني القيم والتقاليد والتراث؟ لان هو صالح سليم تاثر بمين؟ بالبيت، لكن بالتيتش، والتيتش اتأثر بمين؟ جعفر ولي، جعفر ولي اتأثر بمين؟ بعبد الخالق ثروت، ايه اللي اتأثر بعمر لطفي؟ ايه اللي كلهم اتأثروا ببعض ببعض؟ اللي في الآخر عملوا لنا هذا المنتج اللي اسمه النادي الأهلي بتاريخه وتراثه وعظمته اللي كلنا بنفرح بيه، واللي أنا تاني وتالت ورابع بقول لكم حبوا الأهلي كما وجدتموه مش كما تريدون أن تحولوه. دي نقطة مهمة جدا، لأن قوة الأهلي عبقريته من عبقرية تاريخه. شوف المهندس مصطفى فهمي بيقول ايه؟ ايوه، يعني كل واحد شاف زاوية وكل واحد أكد على الزاوية اللي شافها التاني. بالظبط بالظبط، هي دي عبقرية الفيلم بدون الحقيقة. اتفاق. هذه هي المصداقية. أتكلموا على أدائه الفني برشاقته وقيادته وبموهبته، ومحرم الراغب قاعد بيتكلم وتحس انه مرتاح عايز يحكي عن حاجه شافها. الحقيقه مفيش اسوء حاجه في الفيلم ده يمكن انا، لان انا عيني طالعه حمراء وملتهبه. عينك حمراء اهلاويه. كنت تعبان جدا يوميها، ومحمد قال لي لا ده احنا موجودين في النادي سينما. وانت لازم تيجي زي ما انت كده. يا عم انا لسه جاي وتعبان ومش عارف وبعبلي، قال لي تعالى بعملك. لا ما شاء الله. الحقيقه فيلم يا جماعه عبقريته في توثيقه ودقه معلوماته، في ايقاع عالي جدا،
أوسكار المصداقية. في إيقاع عالي جدا، في حرص كبير جدا على الجانب التوثيقي بشكل هايل، الحكي فيه دقيق وسليم ما فيهوش ملل أبدا، النقل بين الفقرات وبين المراحل السنية كان هايل جدا ما تحسهوش، برغم أن أنت مثلا لما تبص على الفترة الزمنية اللي حواها الفيلم تقريبا اتكلم من أول بداية النشأة والميلاد في شارع عكاشة في الدقي ونهاية بالوفاة. الحقيقة خلال كل العمر اللي عاشه الكابتن صالح تقريبا من سنة 30 لغاية 2002، أنت بتتكلم على نموذج ثري جدا، نموذج وهو لاعب، محطاته هو لاعب لوحدها قضية كبيرة قوي، والاحتراف في الخارج والعودة والمشاكل والإشاعات اللي واجهها، دوره في المنتخب الوطني، حياته في النمسا، شهود العيان اللي زملوه في النمسا دي كانت إضافة هائلة جدا، وتفضيله مصلحة الأهلي حتى وهو في النمسا لما يجيله أنه جرادز عايز يجدد له، لازيو الإيطالي عايزه، والكابتن عبد الوهاب أخوه يكلمه إحنا الأهلي محتاج ترجع، فورا يرجع عشان برضه يأكد على قدرته أنه يقدر يستمر. ثم طبعا المرحلة الكبيرة جدا في حياة الكابتن صالح كإداري وعلاقته بالإدارة مع النادي الأهلي من أول ما دخل عضو مجلس إدارة واستقال، ثم يترشح لمقعد الرئاسة، يخسر ثم يكسب ويكسب ويفضل موجود على طول إلى أن توفاه الله. الحقيقة الفيلم في مراحله السنية وكل الحقب اللي عالجها بانسيابية شديدة، بتنقل وقفز بين العصور بمنتهى الانسيابية، رائع بحي الجانب الفني فيه اللي أشرف على إخراجه وعلى مونتاجه، الحقيقة هايل جدا. حتى يعني التوثيق فيه دقيق لما جدا، تشوف تمثال الكابتن صالح الذهبي وصالح سليم وشوف بعرض الشاشة عامل ازاي، يعني كل حاجة في أشارت إلى، وعلاقة الكابتن صالح بالسينما والمخرج الكبير عمر عبد العزيز، والجانب اللي عرضه بقى عن حياة كابتن صالح وأحد برضو النقاد الفنيين الكبار اللي تحدث برضو. عايز أقول لكم الفيلم فعلا شمل جوانب كتيرة في نموذج صالح سليم، كل جزء منها يكفي فيلم، يعني تقدر تتكلم الجانب الحس الفني بتاعه. عاشق للموسيقى ويوثق لك دي، وبعدين بصوت الكابتن صالح يقول لك انا بحب موسيقى الاسباني والعربي واللاتينيه بيحب، وبعدين يجي عمر عبد العزيز يقول لك ولا مش عارف مين انه كان فنان بيحب الرسم الجرافيك ويحب ويجيبوه هو شغال في الشغل ده. لا دوكيومنتد قوي الراجل ده، الراجل ده كل حاجه. طب اقول لك حاجه، لو اتكلمت على الطبيخ بقى، كان طباخ بريمو، ما كانش اكيل، بس اي عزومه يعملها يعمل لك عزومه ل50 نفر، هو اللي يطبخ وتاكل منه اكل ما حصلش. عايز اقول لك النهارده الصبح صحاني من النوم الوزير احمد قطان طبعا ده وزير المملكه السعوديه للشؤون الافريقيه، وكان سفير، وكان سفير المملكه في القاهره وفي مندوبها في الجامعه العربيه لسنوات طويله، وعضو النادي الاهلي وعاشق النادي الاهلي. صحاني الحياه بالتليفون من الصبح، فرحان بالفيلم جدا، بيحيي القناة جدا وبيقول أنا استمتعت بفيلم كابتن صالح، وكم تمنيت أن أنا كنت أكون في القاهرة عشان أتكلم عنه. نشيد بيه، برافو عليك اللي جبت التمثال برضه. طبعا فكان الراجل بيقول لي كنت أتمنى أن أنا أكون موجود في القاهرة وقت إعداد الفيلم ده، لأنه كان يقول حجلم عنه. طبعا هو نفسه صديق مقرب منه جدا. الحقيقة فيلم يستحق أن احنا يكون مقالي ومقاله، مش يستحق ده هو فيلم الموسم، يعني ألهمنا كيف نتحدث عن الكابتن صالح بزاوية جديدة. نتمنى أن دي يعني تبقى انطلاقة رائعة نحو توثيق تاريخ الأهلي من خلال رموزه ومن خلال أحداثه بطريقة محدش عملها قبل كده. الحقيقة ده بيلقي بقى على إدارة التوثيق وعلى إدارة القناة وعلى صديقنا العزيز الأستاذ إيهاب الخطيب رئيس القناة مسؤولية أكبر، لأنه النادي الأهلي سري جدا بتفاصيله، كتير من رموز النادي الاهلي، كتير من الحقب الرياضيه في النادي الاهلي، كتير من التفاصيل في النادي الاهلي تحتاج الى توثيق، واعتقد دي مسؤوليه القناه تجاه الاجيال كلها. نطلع لفاصل وبعد الفاصل نتواصل. الغربال ضربه البدايه والتفاؤل. النهارده النادي الاهلي عقد مؤتمر صحفي لتقديم مستر مارسيل كولر المدير الفني الجديد
للفريق الأول لكرة القدم في النادي بعد التعاقد معاه لمدة موسمين وبعد تسلمه العمل رسميا. عقد مؤتمر صحفي النهاردة كان فيه حاجات كتيرة يا باشمهندس. شوف طبعا مش هتوقف عن السرد اللي هو فيه تاريخ أكتر منه حاجة بتبين دماغه وفلسفته في إدارة الفريق. أنا بعتبر المؤتمر بالنسبة لي أنا بدأ من أسئلة محددة. إيه رأيك في اللعيبة؟ الاحتياجات بتاعت النادي الأهلي؟ مين هيمشي؟ الإجهاد هتتعامل معاه إزاي؟ طب الأداء وال مش عارف إيه والمعسكر؟ الإجابة على الأسئلة دي هي اللي أنا ركزت معاها. الباقي طبعا ده سرد، اتصل بيا فلان ومن خلال، وانت هتقول الكلام ده. طيب لما تيجي الحاجات دي وقتها هقول لك انطباعي. طيب ازاي بدات المفاوضات مع مارسيل كولر؟ لانه الناس كلها راحت في سكك كتيره والناس كتيره حكت في اسماء كتيره، وده الطبيعي انه الناس انشغلت باسماء كتيره. والاهلي كان بعد دراسه وبعد تدقيق وبعد فرز العدد كبير من السير الذاتيه للمرشحين استقر في النهايه على المدرب السويسري مارسيل كولر، اللي النهارده في المؤتمر الصحفي قدم الجهاز المعاون ليه اللي اضيف اليهم الكابتن سامي قمصان كمدرب، بالاضافه الى انه البلجيكي ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى رجع للجهاز انضم اليوم، بالاضافه وعلى راس الجهاز الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره. وانا قلت الحقيقه النهارده اكتر حاجه لاحظتها كابتن محمود الخطيب رئيس النادي، كابتن حسام غالي عضو مجلس الاداره ومعاهم اعضاء لجنه التخطيط، كابتن محسن صالح وكابتن زكريا ناصر، كابتن امير توفيق مدير التعاقدات، كلهم موجودين في الصف الاول، بس اللي قاعد على المنصه مع الخواجه وقدمه كان مدير الكره الكابتن سيد عبد الحفيظ. وكان الاهلي زي ما اشرنا دور مدير الكرة كمدير جهاز. كلام سليم 100%، وجود الثلاثة دول لا يختلف عليهم أحد. وأعتقد إن دي كانت أحد شروط التفاوض مع المدرب القادم. لأن ما يجي سواريش يقول لك لا أنا حاجب الطقم بتاعي كله، لازم نبطل المرحلة دي، إحنا مش بلد صغيرة فما عندهاش كوادر، وبعدين إحنا الغرض من استقدام الأجانب إن إحنا ندي خبرات. هنديها لمين؟ يدوها لبعضيهم؟ وبعدين لما يجي يمشي يعملوا لنا فراغ؟ ما ينفعش. فحسنا فعل النادي الاهلي اول حاجه صح الاصرار على وجود هذا الثلاثي. اثنين، التقديم الذي قدمه الكابتن سيد عبد الحفيظ بيقول لك احنا معانا راجل فاهم جدا واكتسب من الخبرات العميقه انه عارف بيقول ايه وعارف كل خطوه معناها ايه، وادى رسائل من خلال كلمته. يعني اولا شكر سواريش، بعدين رحب بالجديد، وبعدين انتقل الى فلسفه العمل والاهداف، وبعدين طمأن الجماهير. ده شغل محترفين وراجل عارف بيقول ايه. تقديم البتاع بالرونق ده، بالجمال ده، بالنظام ده، ده انا عايز في وسط الحديث في بعض الزملاء حبوا يتحركوا. شوف النظام لما يفرض عليك الالتزام يا رب تيجي لقطات كانوا بيوطوا اوطى من الكراسي عشان ما يقطعوش الكادر. فبيوطوا بيمشوا حرصا على الصوره الجميله دي، واحترام ان الراجل ما يشوفش حد منهم وكانه ينسحب من القعده، هو وراه حاجه عايز يعملها، عايز يبلغ جورناله بكلمه، عايز ايا كان. النظام ده، وطبعا كان قاعد صديقنا الإمارات الكبير دكتور علي الإنصاري، كان حريص يحضر المؤتمر حقيقة، يا رب تيجي صورته دلوقتي. هو راجل من المهمين جدا، ويعني علاقته بالمصريين وصلت إلى أنه هو عضو شرف نادي الجاليات المصرية في العين. وهو جاي عنده شغف جامد جدا واهلاوي كبير جدا. هو كابتن خطيب والمهندس خالد مرتجي. هو امير الاثنين في الصف الاول. طبعا اهو الدكتور علي الانصاري قاعد ورا اهو. حضر وطلب فنادي الاهلي عليه التوقيعات. انا بقول لك دي قيمه النادي الاهلي عند الاشقاء. راجل بمكانته وراجل مشرف على اعداد قيادات الشبابيه من وزاره السعاده. وزاره السعاده دي
انا سالته يعني ايه وزاره السعاده؟ قال لي هي معنيه ان اشوف ماذا يريد الشعب عشان يبقى ما عندوش مشاكل وعشان يبقى بيروح شغله مبتهج، ايه المشاكل اللي لازم نحلها؟ فهي الاسم بيدل على فلسفه العمل، وهو جاي يامل ان يتعاون مع النادي الاهلي بصفه شخصيه حتى. ايوه. هناك يعني بيضع امكانيات كبيره جدا. أيه. امام النادي الاهلي، وشفت له صور بقى مع الكابتن الخطيب. ده على هامش المؤتمر، اما المؤتمر فالحمد لله ان هو حضر شاف ده. عشان يشوفوا الاهلي بنظامه باحترافيته، كل واحد واخد دوره. ما فيش عيد مجلس اداره جري يتصور على المنصه، ها؟ لكن هنخلي المنصه عشان الراجل يتصور مع جهازه. انا بقول لك شوف بتكون الكابتن الخطيب والمهندس خالد مرتجي والكابتن حسام غالي. يعني والكاميرا بتجيبهم كده لقطه في الصف الاول، واللي على المنصه فوق مدير الكوره. مش هم الحدث، الحدث فوق على المنصه. والحقيقه تنظيم هايل من اداره الاعلام الزميل جمال جبر، وايضا ريم الدسوقي مديره العلاقات العامه. لا عاملين شغل. خلاص بقى بيغمضوا عينيهم وينظموا. بالظبط. يعني الناس دي احترفت الى درجه. ايوه. الادوات موجوده. حتى البوديوم اللي هم بيقفوا يتكلموا عليه. ما يعني كل حاجه، لا بيجيبوا طبطين ولا ناس قاعده بتتكلم شكل بيقدم النادي الاهلي في اجمل صوره. فانا اللي عايز اقوله ان المؤتمر ده برضه يضيف انه مؤتمر كاشف لحاجات كتيره جدا، بالنظام، بطريقه التقديم، بكل واحد حافظ دوره ايه. حتى الاعلاميين تعودوا على نظام الاهلي، مفيش الهرجله. كنت تقول صور كله يكبس. انت اتحت لهم ان كل واحد هيشتغل من مكانه باريحيه وياخد اللي هو عايزه. صحيح. هو ده العمل المحترف. النادي الاهلي شاور على نفسه النهارده من خلال هذا المؤتمر كنادي عريق وكبير وستايل ومؤسسي. واستحضر بقى كلمه الزميل محمد شبانه، اقول لك كل حاجه بيعملها النادي الاهلي بيعملها بشياكه جامده جدا جدا جدا، وده اللي مخليه في حته تانية لوحده. هنيجي لشبانه، لكن مستر مارسيل كولر حكى على بدايه التفاوض مع الاهلي، ازاي بدات؟ نشوفه قال ايه. Oder hat und dann gab es erste Gespräche, Zoom-Video-Gespräche und so hat das Ganze angefangen. الأول حصل مكالمة تلفونية عن طريق المانجر بتاعه إن النادي الأهلي عنده رغبة في إن هو يتعاقد معاه، وابتدى أول فيديو كونفرنس بينهم. Ja, da war Amir. War da mit dabei und hat natürlich auch die eine oder andere Frage gestellt über das Sportliche, über Ideen, die wir haben, und so hat sich das Ganze entwickelt. وسأل كان سؤال عن الموقف بتاعه وظروف الكورة، يعني كلام عن الكورة specifically. Khaled war auch noch mit dabei und hat das natürlich auch, oder beide haben das sehr gut gecoacht und ich habe mich eigentlich schon von Anfang an sehr wohl gefühlt. Khaled. Khaled? Ja. وخالد كان دايما، استاذ خالد كان دايما معاه، وكان في نقاش بينهم، وده خلى الموضوع يوصل لحاجه متقاربه يعني. Und was mir eigentlich auch imponiert hat, ist natürlich Captain Khatib, dass er selber hervorragender Fußballer war und dass er in dem Sinne auch Fragen gestellt hat, die mit Fußball zu tun haben. Und das hatte ich bis jetzt auch noch nicht erlebt. Aber ich glaube, dass Captain Khatib في المحادثات وسأل أسئلة مختصة فعلا بالكورة، علشان هو لعيب كبير وعارف يسأل الأسئلة المعينة اللي ليها دعوة بالكورة، اللي هو يعني كان معجب بيها جدا. في زميل صحفي آخر بيسأل حضرتك عن الدوافع اللي خلتك قبلت عرض النادي الأهلي. Ja, ich habe mich entschieden, weil das der größte Verein ist in Afrika, weil das eine riesen Herausforderung ist, weil ich eben ein gutes Gefühl hatte mit den Personen, wo wir gesprochen haben.
سيتي. هو قرر الاهلي علشان الاهلي اكبر فريق في افريقيا، واحساسه كان قوي جدا ان هو عايز يتقرب ويتعامل معاه ويشتغل معاه. Und natürlich unglaublich viele Fans durfte ich auch schon erleben, was da möglich ist. والفانز الكبير يعني und natürlich auch die Spieler, das ist das Wichtigste, dass wir gute Spieler haben, um die auch weiterentwickeln zu können. والمهم جدا طبعا اللعيبة الكويسين اللي هيشتغل معاهم واللي هيطور منهم بعد كده. أعتقد إن من الآخر تعليق في بالنسبة لي بدأ المؤتمر. إنه اتكلم بدأ يقول اللعيبة انطباعاته على اللعيبة، وفي سياق الحديث هنكتشف إنه بيتفرج على ماتشات وقال أنا مش كفاية. ده شغل بقى الإيه هو الانطباع الأولاني إن الراجل هادي جدا مبتسم. قول لي بقى انطباعاتك. راجل هادي جدا ومبتسم الى درجه ممكن تقول هو في ايه يا جماعه؟ احنا عايزين واحد حامي. لكن لما بدا يتكلم في صلب عمله شفت واحد مسؤول بقى. وهو بيقول له اللعيبه، قال له انا شفت ماتشات، شفت بس لازم اشوف بنفسي. طب فايلر اتصلت بيه قال لك حاجه؟ انا كنت حريص ان انا ما اخدش انطباعات مع حد. انا كنت حريص اني اكون الانطباعات الخاصه بتاعتي. فانا عجبني جدا جدا جدا، ادي فلسفه عمل، ادي منهج بتدلك على شخصيه الراجل ده واحترافيته. خلي بالك الوجه المبتسم ده قد يختفي بعد مده من 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 طريقه التعامل الاعلامي معاه. ارجو ان يستمر على كده. لانه يخلي الوجه الجاد جدا مع اللعيبه في اوضه اللبس، يبقى حبيبهم لكن في حسم. لما اتكلم عن الناشئين مثلا اتكلم بواقعيه جدا، قال لك الناشئين انا لسه ما شفتش حد. هنجيله. انت جاي بقى بالتفاصيل دي. انت بس عشان سالتني انطباعك، انطباعي يعني من مجمل التعليقات هتعرفوه. في الاول يعني مثلا انا لما شفته بيجري ايه يا مستر كولر، بس عرفت انه هو بيرد بشكل غير مباشر على كلمه انه بقاله سنتين قاعد عشان عنده اصابه. فما انا كان هنا اهو. ما هو انا بجري اهو. ده قال حاجه بس مش موجوده هنا في الاسئله. بقول له انت ايه اللي قعدك سنتين؟ قال له كان الاصابه بس مش كده، انا كنت ببني، انا كنت محتاج راحه عشان ابني بيتي وانا اللي بنيته بايدي. في المانيا على فكره كده. يعني احنا مره رحنا في كره اليد، الكابتن حسن عزمنا عند راجل مليونير بيسموه العمده بتاع البلد اللي كنا فيها. الراجل رحنا فين وفين، كانت البعثه كلها معزومه عنده على الغدا. دخلنا لقيناه لابس الاوفرول بيعمل الساونه هو. جايب، لان بره سهل جدا تبني وتلون وتدهن لو معاك اتنين اصحابك تبني. انا مصدقه انه بيشتغل بايده. دي شخصيه واحد الألمان. شخصيه واحد مسؤول، واحد يعني هو برضه سويسري بس عاش فتره طويله في المانيا. هو النمسا ما يدرب منتخب النمسا 6 ولا 7 سنين. عشان كده بيتكلم الماني مش فرنساوي زي اللي كانت الناس تقول لك ما هو عمرو محب ما عنده خبره، بس فرنساوي. انما ده بيتكلم الماني. ما تخافش على الاهلي. اهلا بحضراتكم من جديد، وضربه البدايه المتفائله مع مارسيل كولر المدير الفني السويسري الجديد. النهارده في المؤتمر الصحفي اتسال على اللعيبه الجديده، هل طلبت استخدام لعيبه معينين وامتى هتطلب ده؟ نشوف رده كان ايه. هل في اتفاق تم مع اداره النادي عن بعض اللاعبين اللي ممكن ينضموا للفريق في المرحله اللي جايه، وموقف بعض اللاعبين اللي ممكن ان ما يكونش النادي في حاجه لهم في المرحله اللي بعدها؟ Ja, wir haben jetzt ein Training gemacht und das wird sicher auch eine Aufgabe sein, da die Spieler kennenzulernen und zu sehen, was für Qualitäten das sie haben. Und dann werde ich das je nachdem natürlich dann mit den Verantwortlichen besprechen.
احنا عملنا بس تمرينه واحده بس، ولسه لازم ابص اكتر على اللعيبه علشان اعرف اقرر ايه اللي ممكن يحصل في المستقبل. في زميل اخر بيسال، كان في تجربه ناجحه للمدرب السويسري ريني فايلر هنا مع النادي الاهلي، فبيسال حضرتك هل تم التواصل معه قبل الاتفاق على تدريب النادي الاهلي، وايه ابرز الحوار لو في لو كان تم في حوار اصلا؟ يعني ممكن سؤال تاني بقى؟ Nein, habe ich nicht gemacht, weil ich halt einfach auch der Meinung bin, dass wenn du irgendwo hingehst, musst du das nach deinem Gefühl tun. Und wenn du eine andere Person fragst, dann klar, sagt er dir seine Dinge. Aber ich glaube, dass wichtig ist für einen selber, das zu erleben und zu spüren. Und vielleicht werde ich irgendwann mal anrufen, aber ich glaube, den Anfang, und das habe ich immer so gemacht, okay, selber zu erfahren, zu spüren, ohne dass man von anderen noch, ja, das ist der und der macht das so und da musst du aufpassen, das ist nicht mein Ding. هو ما كلمهوش، هو كان عايز ياخد ال 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 الخطوة دي بأحاسيسه هو ويعيش العيشة بتاعة الدخلة دي بالطريقة بتاعته هو، مش عايز كان يتأثر بأي كلام من أي حد تاني، ممكن بعد كده يكلمه وبس بعد ما ياخد حتة أو الفترة التعارف دي ويكلمه بعد كده، أما دلوقتي مش عايز يكلمهم. ده كلام ناس بقى، نخش على شغل المدربين المحترفين اللي تبين لك فكره. أنا مش هسأل، وأسأل ليه؟ ما أنا جاي أخد انطباعاتي بنفسي، وبعد ما أخد أنا انطباعاتي وأكونها أبقى أخد رأي الناس اللي اشتغلت قبل كده اللي عندهم معلومة زيادة ولا حاجة. مش عايز يجي متأثر برأي حد. حتى دي بانت لما قال له انطباعاتك عن اللعيب، قال له لعيبة ايه؟ ده انا بقالي تمرينة واحدة. يعني انطباعاتي ما تنفعش تتاخد من تدريبك. بالذات لانها بدني كمان، كل شغله بدني. بصرف عايز معايشة، وعايز اشوف الناس دي بتسمع الكلام، مين اللي ملتزم، مين اللي متجاوب، مين اللي بيميز في التمرين، مين اللي بيشتغل وعايز يتطور. فطبعا ده كلام يعجبني بقى من المدربين. انما الكلام المرسل اللي فيه عاطفه بخاف منه. طيب، اهم مشكله واجهت الاهلي في الموسمين الاخيرين ضغط المباريات والارهاق. هل هو على درايه باللي حصل ده واستعداده للتعامل مع ده ايه؟ ده كان سؤال وجه لمستر كولر، نشوف رد عليه. في الكره المصريه احنا بنعاني كتير من ضغط المباريات. هل هو عنده قدره على التعامل ده؟ وازاي هيحل مشكله الضغط دي اللي بتسبب في اصابات عدد كبير من اللعيبه؟ Ja, das habe ich auch mit Zayed ja schon besprochen oder mitbekommen, dass das natürlich eine schwierige Phase ist oder dass man das handeln muss, dass man ein großes Kader hat, dass man die Spieler auch eine Auszeit geben kann. Er hat mit Captain Zayed im Thema da, wir haben mit ihm und er hat gesagt, was in der Zeit passiert ist, und هيحاول في الفترة اللي جاية بالتيم الكبير ده يحاول يوفق الراحة والتمرين في نفس الوقت. Und da wird natürlich auch wichtig sein, dass unser Athletik-Coach mit dem Team zusammen, dass wir die Mannschaft gut vorbereiten. والمهم جدا طبعا المدرب اللياقة البدنية ان هو يشتغل مع الفريق بطريقه ان هو يخليه في احسن حاجه. Dass wir uns natürlich auch gut mit unserer ärztlichen Abteilung, mit dem Doktor und mit den Physiotherapeuten sprechen und auch spüren, okay, wir setzen Spiele vielleicht müde, müssen wir dem eine Pause geben. وطبعا التعامل مع الجهاز الطبي والرعايه والتاهيل عشان نعرف اذا كان اللعيب يقدر يخوض
يعرف يخش التمرين ويشتغل ويلعب ولا لا. Und Sie sehen, dass da viele Dinge zusammenkommen, die man da managen muss, um dann schlussendlich auch fit, gesund zu bleiben und die Spiele bestreiten zu können. ولازم طبعا يدير حاجات كتيرة قوي علشان يوصل لمرحلة إن ياخد قرار إن لعيب من دولت يقدر يخش الملعب وياخد ويلعب. Und grundsätzlich will jeder Spieler will immer spielen und da muss man vielleicht dann auch mal als Trainer sagen, okay, du musst jetzt Pause machen. وأساسي طبعا إن كل لعيب عايز يلعب كل ماتش بس أنا كمدرب ممكن أخذ القرار إن هو يقعد ويريح شوية. Weil wenn ein Spieler verletzt ist oder Muskelverletzung hat, dann fällt er länger aus und es ist vielleicht besser, mal ein Spiel auszulassen, als dann eine Verletzung zu riskieren. ولو لعيب مصابة خفيفة في العضلة أو حاجة زي كده، لو كمل لعب الأحسن له إن هو يريح علشان ما يتصابش إصابة زيادة فيقعد فترة طويلة مصاب. اللي فهمته فيما قدم من ترجمة لهذا الكلام إن الراجل قال دي مسألة هيكون مسؤول عنها أو هترتبط بالأحمال والجهاز الطبي ودرجات الإصابة ونوعها، وإن كان أنا ليا توجه إن مش هيلعب غير اللي سليم 100%، لأن كل دي اللي هتشكل معانا هو مين اللي محتاج يرتاح ومين اللي ممكن يخش ومين اللي زود عليه الحمل وتفاصيل كثيرة أخرى دقيقة. وأنا موافق على الجملة دي تماما، لأن التفاصيل الأخرى الجديدة الكتيرة دي إيه؟ وإحنا محتاجين للتدوير وإمتى وإزاي ندي الراحات، لأن هي دي كانت مشكلتنا الحقيقة في الفترة اللي فاتت. فهو الراجل واضح إنه بيتسأل أسئلة بدري عليها، يعني كان بعد شهر الأسئلة دي لو أسئلة من وحي الأزمة اللي فاتت من وحي الأزمة، لكن لو بعد شهر اتسأل الأسئلة دي إجابات هتبقى محددة جدا فيها. طيب من وحي الأحداث اللي فاتت برضو الناشئين، الأهلي كان دافع بعدد كبير من الناشئين المباريات الأخيرة من الدوري، فكرته في التعامل معاهم إيه؟ ده سؤال كان مهم وجه أيضا لمستر مارسيل كولر، نشوف رده. النادي الأهلي قدم مجموعة متميزة من الناشئين في الفترة اللي فاتت، هل ممكن نشوف البعض منهم في التشكيلة الأساسية للأهلي في المرحلة اللي جاية؟ Ja, das ist immer möglich. Es ist natürlich wichtig, dass die jungen Spieler, die hochkommen, dass die ihre Qualitäten zeigen. طبعا متاح و و وال ومدام اللعيب هيوري قدراته وامكانياته هيوصل ان هو يقدر يلعب مع الفريق الاول. Und gerade für die jungen Spieler, das kann ich schon mitgeben, ist wichtig, einen starken Kopf zu haben. ولازم اللعيب الناشئ يبقى المنتال ستيت بتاعه التفكير بتاعه يبقى حاضر ويبقى قوي. Oder das zu lernen, weil es wird nicht immer nur nach oben gehen, also es wird auch Niederlagen geben und dann wieder aufzustehen und wieder zu attackieren. ولازم يتعلم كده ان مش دايما في مكاسب او نجاح، لازم هيبقى في مره فلازم يتعود على ان هو مره فوق او ان في مطبات في حياته الكرويه. Wenn Sie das gut umsetzen, werden wir das sehen und klar natürlich dann auch einsetzen. واذا اذا اذا عدى المرحله دي وقدر يستحمل هيبقى عنده فرصه ان هو يلعب مع الفريق الاول. هو الحقيقه السؤال ده وهو جابه بالطريقة كما فهمت برضو من الترجمة، مش ضروري نمسك في الوردنج يعني، إنما المعنى بيدور حول أن الأمر مرتبط بذهنية وتفكير اللاعب سواء ناشئ أو كبير، فاللاعب لازم يبقى مهيأ لكل الاحتمالات، احتمالات النجاحات الضخمة، الإخفاقات يتعامل معها إزاي، ويبقى
عارف انه عنده الصلابه من الشخصيه انه يتعامل مع المواقف دي اللي احنا بنقولها يعني لا تزهو كثيرا ولا تنكسر. صحيح. تتعامل اللعيب يطلع ناشئ يطلع كبير اللي يتعامل بالذهنيه دي هيقدر يعني يكمل تقريبا. انت فهمت زي كده؟ صحيح. ها؟ انا فهمت كده. طيب ده كلام كان مهم جدا لانه فكره الناشئين يا جماعه لازم احنا كمان نظرتنا تختلف. روي فيتوريا البرتغالي المدير الفني للمنتخب قال لك مفيش حاجه اسمها 20 سنه و21 سنه وانتوا بتتكلموا لتحت 23 سنه انه ناشئ. ده لعيب كبير. ولذلك الراجل اهتم ان هو يتابع منتخب 2003 وكان عنده استعداد ياخد اكبر عدد من 2003 لولا ان المنتخب الاولمبي مكيل البرازيلي المدير الفني للمنتخب الاولمبي شغال عليهم دي فرقته وبيبص على 2006 كمان الراجل بتاع المنتخب 2006 ده من اهم الاجيال في الكره المصريه. فاحنا يعني فكره نظرتنا للاعب اللي عنده 20 و19 سنه و21 وحتى 23 سنه لسه بنبص له ان هو ناشئ لا ده لعيب كبير. وزي ما قال مارسيل كولر هي الاساس في النهايه المنتاليتي القدرات الذهنيه والعقليه لدى اللاعب قدرته على الاستيعاب قدرته على التطور قدرته على تنفيذ الافكار مش بالضروره ابدا سنه. مفشى على الاهلي. اهلا بحضراتكم من جديد. رائعه جدا هذه الروح العاليه اللي سايده داخل جهاز الكوره مع النادي الاهلي ومع الجمهور. الحقيقه الجمهور رائع جدا كمان في احساسه بالمسؤوليه تجاه الفريق ورائعه جدا قرايته للمشهد القديم وقد ايه كان الفريق وقع تحت ضغط واسباب كتيره اتاثرت او اثرت في قدراته. الروح الجديده اللي موجوده بين اللعيبه او بين الجهاز وبين حتى الجماهير الواضح جدا ان احنا فعلا في بدايه متفائله جدا وتدعو للتفاؤل الحقيقي. الانطباعات العامة دي اللي احنا خدناها، هل النقاد الرياضيين اللي حضروا جانب من المؤتمر كان عندهم نفس الرأي ولا لا؟ نشوف في هذا التقرير رؤية نقدية للمؤتمر الأول لمارسيل كولر في الأهلي. بص انطباعي الاول مارسيل كولر المفروض المدرسه اولا هو يتبع المدرسه السويسريه اللي هي قدمت نجاح حتى لو كان مع فايلر اللي هو ما كانش ليه نصيب انه يكمل. فدي كان منطلق كده اداره النادي او لجنه التخطيط والكابتن محمود الخطيب كان ليهم الحرص ان يتم الاستعانه بمدرسه سويسريه ثانيه. كولر اول ما جه اول انطباع ودي اول حاجه المفروض ناخد بالنا منها راجل جاي من المطار بدل ما يروح الاوتيل على اساس لسه ثاني يوم عنده يوم طويل هيبقى لقاء مع الكابتن الخطيب ثم قياده تدريب الفريق ده على طول مباشره جه على النادي حب يشوف الملعب يشوف ارضيه الملعب يشوف الجيم يشوف الساونا يجهز كل حاجه شغل. ده دليل بالنسبه لك ويقول لك ان الراجل ده جاي يشتغل مش جاي يهزر او جاي مثلا يقضي ساعتين التمرين ويمشي. انا بحب نوعيه المدرسه اللي هي بتحب شغل الهارد ورك يعني انا بحب المدرب اللي بيشتغل بايده مش بحب اللي هو الكوتش يقول لك انا مثلا كوتش ومعايا الكاست بتاعي. انا بحب النوعيه دي والنوعيه دي اللي تناسب النادي الاهلي في المرحله اللي احنا فيها اللي محتاجه ان المدرب يشتغل بايده. انا متفائل جدا بالمدرب خصوصا ان كلامه عقلاني كلامه مش بيدي طموحات اكبر من الواقع فانا متفائل بيه جدا وربنا يكرمه ان شاء الله. النادي الاهلي اوعد واوفى. كنا يعني بنقول كمجموعه قريبه من النادي عشنا النادي بكل تفاصيله في جيل ويمكن جيل اصغر مننا شويه لكنه كبير مقام اعلامي يعني وعدنا الناس انه لما النادي الاهلي يتكلم يبقى فيه حلقات كثيره سيتم تنفيذها انه لما الخطيب يخرج في حوار ويقول لدينا ما يجب أن نصوبه ده ما يحصلش إلا داخل النادي الأهلي. الآن نحو سوق جديد نحو رفع القيم مش الأسعار بمدرب مدرب منتخب النمسا والنمسا هو منتخب لمن لا يريد أن يعرف منتخب أوروبي ممكن يكون مش من التوب 10 في أوروبا لكنه يحمل جينات أوروبية. في الأهلي الصمت هو العمل
مش بس انه لغة عظماء الأندية، زي بالظبط لما حد يقول ان النادي الأهلي بكل جماهيره الملاك الشرعيين كما قال كاب صالح سليم رحمة الله، هو بيقول احنا الأهلي فوق كلنا احنا، وكانت واقع للكاب صالح حين فتح يعني القائمة، ولم يرد أن يبعد كل عاشق لتقديم يعني جهده للنادي الأهلي، وبالتالي سميت وقتها القائمة الأهلي فوق الجميع. المؤتمر الحضور الجماهيري الحضور الاعلامي طبعا كبير بشكل مميز كعاده كل مؤتمرات النادي الاهلي. الراجل واضح ان هو ما عندوش رسائل كتير عايز يقدمها، الراجل اللي عايز يقدم كل اللي لديه في الملعب، واضح ان هو مش جاي يتكلم، مقتضب قوي في رده في على الاسئله، مش عايز يتكلم غير لما يعرف في الاجواء، وده شيء يحسب له يعني بيفضل ان هو يعرف الاجواء كويس جدا جدا الاول، ويعرف اللعيبه كويس جدا، ويعرف الظروف العامه في مصر، وواضح ان هو جاي من الضل النار زي ما بيقولوا، مش ملم بكل الاجواء المحيطه بالظروف في ضغط المباريات في مصر هنا، الظروف الاصابات اللعيبه بتاع، واضح ان هو لسه ما لمش بكل ده، عشان كده كانت اجاباته كانت مقتضبه جدا جدا. لكن كان عنده بعض الرسائل مهمه جدا، يعني كان شفنا اتكلمنا على طريقه اللعب، قال لك ان طريقه اللعب دي هنشوفها مع بعض وحسب ظروف الامكانيات اللاعبين مش حسب المنافس، ودي نقطه مهمه جدا تحسب ليه، ان هو قال لك ان انا هشوف هلعب بايه حسب امكانيات لعبتي مش حسب طريقه اللعب اللي هي بتلعب بيها معظم الانديه، وده شيء يحسب له، ان كان في مدربين كتير جدا بيقول لك انا لسه ما درستش لعب المنافس، لا انا شايف ان المدرب الجيد هو اللي بيفرض اداؤه ويفرض خطته على المنافس بتاعه، ده واضح ان دي كانت اول رساله قالها. كمان الرساله كمان لما كلموه على اللاعبين الصاعدين في النادي الاهلي، قال ان انا ما بعترفش بعمار سنيه، هشوف كل اللاعبين، ما عنديش حاجه اسمها سن، ما عنديش حاجه اسمها صغير او كبير، الملعب هو الفيصل، ودي برده كانت رساله مهمه جدا. يعني ده ملخص الانطباع، ما اختلفش عن انطباعنا يا استاذ ابراهيم ونحن نحلل المؤتمر، لانه هو وده الشغل الصح، احنا لا احنا هنقدر نقيمه من خلال مؤتمر، انما في سمات سمات بتقول الراجل بيرد ردود اللي هي الواقعيه ما انا هشوف وبعدين اقرر، ملخص الكلام يعني. لكن محمد شبانه ايوه طيب الزميل محمد شبانه رايه في تعاقد الاهلي مع كولر وراي الجمهور ايه؟ نشوف في حالة من الارتياح لدى جمهور النادي الأهلي ضخمة جدا، الناس عندها إحساس إن الراجل ده هيكون مختلف عن سابقه. كولر الحقيقة عنده مميزات كتيرة جدا، أنا بقول بعض الناس بتحاول تقلل منه، إنما الراجل كان مدير فني منتخب النمسا، دي حاجة مش قليلة، كان ليه تجارب في سويسرا، كان ليه تجارب في ألمانيا، راجل كان لعيب بمنتخب سويسرا، كان كابتن منتخب سويسرا، وصولات وجولات في الملاعب الاوروبيه وكل حاجه، راجل واضح ان هو بيجمع بين الاثنين، ان هو شويه صارم وفق الهيستوري بتاعته اللي احنا عرفناها، كمان بشوش جاي متفائل جدا، كل الكلام ان هو جاي مقبل جدا على التدريب في النادي الاهلي. كل اللي عايز اقوله ايه؟ ان جمهور الاهلي شاعر بارتياح من كولر، ودي بتبقى على فكرة ميزة مهمة جدا لأي مدير فني جديد، إن يبقى واخد دعم الجمهور أول ما ينطلق. كلام كتير اتقال وهرس كتير في القصة بتاعت المدرب دي، لكن الأهلي ربما يكون قد وقد ضلته في كولر، والمدرسة السويسرية في مصر نجحت نجاح باهر جدا، فايلر مع النادي الأهلي عمل يعني غير البطولات أو غير الدوري اللي أخده أو غير المكاسب اللي كسبها زي كاس السوبر المصري كسب الزمالك، إنما أيضا كان ليه إنجاز في أنه خلى شكل الأهلي حلو. فكولر من المدربين المعروفين بالشغف في التدريب، من المدربين المعروفين بالرغبة والطموح الكبير جدا، من المدربين اللي بيحبوا النجاح كتير جدا وبيحبوا الشغل كتير جدا. وواضح ان الكيمياء ركبت بسرعه بينه وبين النادي الاهلي، ان هو مبتهج جدا، الجمهور كمان مبتهج جدا، والجمهور عنده احساس بالتفاؤل في انطلاقه الاهلي في الموسم الجديد. طيب هو الجمهور مرتاح لكولر؟ لان الحقيقه
انا واحد من الناس مقتنع جدا استاذ ابراهيم، متملي اقول لك التكافؤ اساس نجاح العلاقات. يعني لو انت النادي الاهلي يبقى الراعي بتاعك لازم يبقى رقم واحد في مجاله، اذا كان في شركه. طيب كده النادي الاهلي بس بيعلن عاجل دلوقتي عن التعاقد مع شادي حسين مهاجم سيراميكا كليوباترا، ينتقل رسميا للاهلي بعقد لمده 5 سنوات. ده ما اعلنته، نتمنى له التوفيق. صفحه الاهلي الرسميه حالا، لو هو هيكمل النادي الاهلي الموقع الرسمي اعلن هذا العقد، لو هيكمل بنفس الجديه اهو صوره شادي حسين مع الكابتن امير توفيق. طيب الاول ايوه طيب. الهلالي مبروك لشادي حسين، ونتمنى له كل التوفيق ان شاء الله. لاعب اكيد عنده قدرات فنيه اهلته انه يحظى بالانضمام للنادي الاهلي والانتقال او الانضمام للمنتخب الوطني. وكمان خدوا بالكم حاجه، هو التراس اهلاوي، يعني فكره الروح والشغف، يعني عايز بقى ده يتوظف، الروح العاليه ده يتوظف ان اشتغل ان انا اطور نفسي. ايوه، لان متطلبات الفيرود في النادي الاهلي غير اي مكان اخر. فهو يمتلك القوى البدنيه، يمتلك المهارات، يمتلك الروح، الشغف، يمتلك الروح، يمتلك حب النادي طبعا، اراده التطور بقى باذن الله تكون موجوده كمان، ويساعد زمايله وزمايله يساعدوه باذن الله كما ينبغي. قليلا من الدراما ما يضرش، دراما مش التراجيدي، دراما العمل الابداعي الفني. نتمنى لك التوفيق، وما تقتصرش العمليه عند هذه اللقطه، نتوقع منك الكثير، لان هو ده اللي احنا عايزينه وهو ده اللي يفيدنا. هنكمل ولا لسه عندك حاجه تقطعني بيها؟ لا عندك دقيقتين وقت يضع. خلاص ملخص بقى ما نخشش. الانطباعات جيده، النقاد مرحبين، الجماهير مرحبه زي ما قلت لك. هو قول لي بقى على الجماهير، ما هو ليه علاقه الجماهير بالجهاز والفريق؟ ما هو الجماهير ليه؟ ايوه التكافؤ. ما تجيبليش واحد قليل خبرات جدا وتقول لي ما هو عنده مشروع. تمام، دي تجربه مش هتنجح. لكن تجيب لي واحد حقق نجاحات مقبوله، ايوه، بحجم تحديات النادي الاهلي هو اعلى شويه كمان لانه بتاع منتخبات وحقق فيها نجاحات. وانا قلت لك دراسه الشخصيه ده شيء مهم جدا جدا. تعليقات الناس عليه، حتى زمايله لما مع الاستاذ هاني حتحوت اشادوا بشخصيته، وقال لك ما تقارنوش بفايلر، ده مش مغرور زي فايلر، واضح انه فايلر يعني بوس المجال هناك مش محبوب قوي. وحتى الحته علاقته مع المحيط اللي حواليه، اختلافه مع فايلر، هو واضح انه ودود، واضح ان الشخصيه ودوده ومحب للي حواليه. فايلر كان مش حابب الاهتمام الكتير بيه. لا هو مش اجتماعي خالص. فايلر كان بيقول لك الاهلي مشكلته انه شعبيته اكتر من ان يحتملها مدرب. بس هو مش عايز حد يصور معاه. مش عايز حد يصور معاه ولا يكلمه. لا واضح ان ده غيره. شخصيه مفهومه تاني خالص. مش عايزين برضو نعلي في توقعاتنا، عايزين زي ما هو قال كده، ما هو مستني اما يتعامل عشان يقيم كل شيء، احنا كمان مستنيين لما نشوف، عشان رفع سقف التوقعات بيبقى مؤذي شويه وبيحط الناس تحت ضغط. خلينا نشوف الراجل ده هيشتغل ازاي، وبعد شويه هتحس من انطباعات الجهاز الفني، طريقه الكلام بتاعه الجهاز الاداري، الهمهمه بتاعه اللعيبه، اوضه اللبس، الكلام ده كله هيدي المؤشرات. وبعدين طبعا كل ده حطه على جنب وتبقى النتائج. لكن الحقيقه رائعه جدا هذه البدايه، هذه الروح، هذه الامور التي تكشفت من خلال قاعه المؤتمر الصحفي، ضربه بدايه فيها كثير من التفاؤل، لكن يبقى هناك الكثير من العمل على كل الاطراف. دمتم للاهلي دائما، ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي في 10 مساء الخميس القادم ان شاء الله. تصبحوا على خير.